الشبابي الا درت بحال هكا ها نتوما ما تلقاوش عمودي على باسي، هنا تيكون عندنا واحد الاشكال. عرفتي شنو كدير؟ سهله، كتجي كطول هاد باسي، شاد باسي هذا كطولو بحال هكا حيت هو سيتون دغوات، كطول باسي. الا سولتكم دابا الشباب، هاد اسي هاد لا دغوات هادي اسي شنو غتكون في هاد الشكل هذا؟ ماشي غزالاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوزيام ليكوليج في الحصه رقم 3 من الدرس ديالكم لي دغوات روماركابل دون ان تريونغل. هاد الحصه اخوتي غنخدموا على لي زوتور دان تريونغل او ارتفاعات ديال المثلث اللي ديجا شفتوه العام اللي فات، ولكن في الثامنه كيتزاد شي شويه النيفو. قبل ما نبداو اخوتي نذكركم بان التسجيل في عرض بسم الله الخاص بالريديات مع البروف الوردي راه مستمر، وصلنا الفوجه رقم 7. التحقوا بها الاخوان، راه تلقاو الواتساب لتحت، صيفطوا كلمه بسم الله الفوج 7 والثمن ديال التسجيل راه ثمن مناسب باش تدخل الجروب هذا الواتساب، يكون عندكم حصص مع الاستاذ، يكون عندكم التواصل مع الاستاذ طيله الاسبوع، تاخذوا لي سيرفيس في الدروس ديالكم وتستافدوا من البريباراسيون الامتحانات ديالكم. برنامج الحمد لله متكامل رقم 1 في ماده الرياضيات. يعني الاخوان اليوم غادي نشوفوا لا هوتور، ارتفاع، نشوفوا الرسم ديالو اولا كونستريكسيون كيفاش كيترسم، وغنشوفوا كذلك لوغتو سونتر مركز ديال التعامد، غنشرح لكم هادشي كامل، وغنخدموا التمرين اللي كيتحط لنا في ليكزامان بالنسبه للهوتور. متفقين؟ اذا سوا ا بي سي ان تريونغل، واخد واحد المثلث كيف ما كتشوفوا كيلكونك، يعني الاضلاع ديالو يعني مختلفين كيف ما بغى يكونوا، ما عندناش اشكال. دونك شنو هو التعريف ديال الهوتور؟ ارتفاع. دونك لا هوتور سي اون دغوات، بعدا هو مستقيم، متفقين؟ كي باس باغ لو سومي دان تريونغل، يعني كيدوز من الراس ديال المثلث، اي كي بيربونديكولير او كوتي اوبوزي دو سو سومي، يعني تيكون عمودي على الضلع المقابل لهذا الراس. دابا الا سولتكم الشباب بالنسبه لهذا الراس شنو هو الضلع اللي تيقابلها؟ الضلع اللي تيقابلها هو بي سي، فهمتي البلان؟ ولا قلت لك الراس بي، شنو هو الضلع اللي تيقابلها؟ معلم، هو ا سي. ولا قلت لك الراس سي، شنو الضلع اللي تيقابلها؟ هو ا بي. متفقين؟ كيفاش الاستاذ كنرسمو؟ كنحتاجو اخوتي ليكيغ المثلث. دونك طريقه الرسم سهله، كندير واحد لا دغوات تكون بيربونديكولير. دابا انا غنرسم هوتور اي سي دو ا، يعني غيدوز من ا، غنحط المثلث ديالي على ا، متفقين؟ ولكن غندير زاويه قائمه على بي سي، متفقين الشباب؟ بحال هكا، وغادي نطول المستقيم ديال. دونك هو راه سيتون دغوات، دونك يمكن لي نطولو من الفوق ونطولو من التحت، ما عنديش اشكال. وتندير هنا زاويه قائمه ضروري اخوتي، الا ما درتوش زاويه قائمه راه الجواب غلط، صافي؟ اذا هذا كيتسمى لا هوتور اي سي دو ا، معني الراس ديالو هو ا، جاي من ا، متفقين؟ دابا الشباب غنديرو هوتور اي سي دو سي، يعني غيدوز من الناس، معلم غيدوز من السي. اذا غنحط المثلث ديالي على السي، ولكن خاصني ندير زاويه قائمه على الضلع المقابل السي، الضلع المقابل السي هو ا بي. اذا غنحط الزاويه قائمه على ا بي، وغندوز لا هوتور بحال هكا من السي، متفقين يا شباب؟ بحال هكا بكل بساطه، ومن بعد عاد نطولو حتى الفوق، ويمكن لي نطولو حتى من التحت، راه ما كاينش مشكل، ولكن ضروري ندير هنايا زاويه قائمه، صافي؟ اذا هذا كيتسمى لا هوتور اي سي دو سي. دونك كيفما قلت لكم في التعريف، سي اون دغوات كي باس باغ لو سومي دان تريونغ، اي كي بيربونديكولير، عمودي او كوتي اوبوزي دو سو سومي، عمودي على ذاك الضلع المقابل لهذا الراس. شنو باقي لنا الشباب دابا؟ باقي لنا الهوتور الثالث. اخباركم بان الهوتور الثالث بلا ما ندير الزاويه القائمه، غنجي مباشره غنلاقي اخوتي ما بين هذه النقطه هذه اللي هي بي، وما بين نقطه التقاطع ديال الهوتور الاول والهوتور الثاني. علاش؟ لان لي زوتور دان تريونغل سون كونكورونت او ان بوين، او ان بوين كيتقاطعوا في نقطه. شنو هي نقطه التقاطع؟ هي دي اللي رسمناها، سيتادير داك الهوتور الثالث، الهوتور الثالث ما نحتاجش اصلا نقول لك زاويه قائمه، غنجي مباشره وندير بحال هكا اوتوماتيكمون، غتلقى هذا عمودي. انتم الشباب شي غتلقى بانه ولي كاين هنا زاويه قائمه، صافي. هذه هي الطريقه ديال الرسم، بسيطه جدا، المثلث وكندير مستقيم عمودي. اذا بعد ما رسمنا لي زوتور، كتلاحظوا الشباب بان تو لي زوتور او لي هوتور دان تريونغ سون كونكورونت، كيف ما كنشوفوا في الديفينيسيون قدامنا، يتقاطعون او ان بوين كنسميوها اش، اش او ان بوين اش ابلي لوغتو سونتر. دونك نكتب لكم اخوتي هاد لا فراز هادي. دونك الشباب قلنا لي زوتور دان تريونغل، ارتفاعات ديال المثلث سون كونكورونت، يتقاطعون في نقطة او ان بوان كنسميوها اش ابلي لوغتو سونتر، مركز التعامد. علاش كنسميوها اش؟ لان هي الحرف الاول ديال هذيك لوغتو سونتر، يعني اوغتو، اوغتو اش كناخذ ديك الحرف الاول، صافي. اوغتو سونتر معناتها اخوتي مركز التعامد، هاد النقطة هي نقطة التراقي ديال المتعامدات،
حيت عندنا ثلاثه المتعامدات، لذلك كنسميوها مركز التعامد. بحال دابا تقول لي استاذ شنو السؤال اللي يسولني استاذ بحال هكا في امتحان؟ في هذه الفقره حنا غنخدموا التمرين اللي غيتحط لك. يقول لك مثلا رسم الهوتور، تكون كتعرف ترسمه بحال اللي درنا، يعطيك مثلث يقول لك رسم هوتور اي سي دو ا ولا هوتور اي سي دو سي ولا هوتور اي سي دو بي. ثاني حاجه يقول لك مثلا كونستروير مثلا لوغتو سونتر، حدد ليا لوغتو سونتر، فهمتي البلان؟ باش انت ترسم لوغتو سونتر خاصك تكون راسم لي زوتور، لان لوغتو سونتر هي نقطه التقاطع ديال لي زوتور، وللاشاره اي سوفي دو تراسي سولمون دو هوتور، ماشي ضروري ترسم ثلاثه ديال لي زوتور، اي جوج، يعني ممكن نمسح داك الهوتور الثالث ويبقى عندي ديك النقطه ديال التقاطع اللي هي لوغتو سونتر. صافي الشباب، دابا غندير معكم واحد الحاله خاصه. الا كان عندكم اخوتي المثلث فيه واحد لونغل اوبتي، ركزوا معايا الشباب، اونغل اوبتي يعني زاويه ما بين 90 و 180، حنا تنقولوا بحال مثلث عوشي شويه. تخيل دابا بحال دابا هذا بغينا نرسموه اخوتي، بغينا نرسموه لي زوتور، دابا هذا مثلث شويه عوج، بغينا نرسموه الهوتور اي سي دو ا، ركزوا الشباب، هوتور اي سي دو ا، اذا خصني ندير واحد المستقيم كيدوز من ا وعمودي علاش؟ معلم على بي سي. ولكن الشباب الا درت بحال هكا ها انتوما ما تلقاوش عمودي على بي سي، هنا تيكون عندنا واحد الاشكال. عرفتي شنو كدير؟ سهله، كتجي كطول هاد بي سي، شاد بي سي هذا كطولو بحال هكا حيت هو سيتون دغوات، كطول بي سي ومن بعد كدير الهوتور. ها هو الشيء عمودي على بي سي، دابا راه عمودي على بي سي لان بي سي سيتون دغوات يمكن لي نطولها، متفقين؟ وهاني درت دابا الهوتور مطوله من التحت عاوتاني، ها هي الزاويه القائمه هنايا هوتور اي سي دو ا، هذا هوتور اي سي دو ا. هادشي اللي كنشرح لكم دابا حاله خاصه، الا كانت عندكم واحد لونغل اوبتي، لونغل اوبتي معني تزاويه منفرجه ما بين 90 و 180، كتلاحظ بان كيكون عندك مثلث عوج، لاحظ بان الهوتور غيجي برا ما غيجيش لداخل. اجي نديرو الهوتور الثاني اي سي دو بي، شوف نفس البلان اي سي دو بي، يعني خصو يدوز من بي بحال هكا ولكن يكون عمودي على اسي. دابا خوتي الا درنا بحال هكا ما يكونش عمودي، اذا شنو خصك دير؟ خاصك تجي عند هاد لا دغوات اسي وطولها حتى هي هكا. ها انت فهمتي للاشارات شي راه درناه في البرومي غاني كوريج الشباب، الله يرضي عليكم، راه المات لا باس ديما تابعكم. اذا راني طول دابا اسي صافي، طولها من الفوق ومن التحت، عندك الحق. صافي انا غندير دابا هوتور اي سي دو شنو اي سي دو بي، لاحظ شنو غادي ندير؟ يعني خصو يدوز من بي ويكون عمودي على اسي. دابا هي اسي طولتها، اذا انا ندير عمودي شتي البلان، فهمتي؟ هكا بحال هكا، وغادي نطولو من هنايا وغادي نطولو عاوتاني من التحت، متفقين؟ اذا هذا هو الدوزيام هوتور، فوالا ها هو الدوزيام هوتور، وهنا راه كاينه زاويه قائمه. الشباب الله يرضي عليكم، بالنسبه لهذه الحاله هذه غتلاحظوا بانه لوغتو سونتر فين غتكون؟ لاحظوا فين غتجي، غتجيني برا، هذه هي لوغتو سونتر، حاله خاصه الشباب اللي كنشرح لكم، حاله خاصه. شوف لوغتو سونتر كانت برا، ماشي بحال فين تيكون عندنا تريونغل العادي، سيتادير ما عنديش اونغل اوبتي، لوغتو سونتر يجيك الوسط، ديما لوغتو سونتر تيكون الوسط، الا في المثلث اللي تيكون فيه اونغل اوبتي، لوغتو سونتر تيجي برا، متفقين؟ دابا الا قلت لك ارسم لي الهوتور اللي بقى لي شايط اي سي دو كوا اي سي دو سي، اخباركم الشباب شنو غادي ندير؟ غنلاقي ما بين النقطه سي وما بين مركز التعامد، وغنحصل على التروازيام هوتور. هانت ها اوتوماتيك مو اخوتي، ملي غنطول هذا لاحظوا غيجي عمودي على ايش؟ على ا بها هو التروازيام هوتور باسون بارسي اي بيربونديكولا على ا. هذه حاله خاصه شباب، ما كرهتش انكم توقفوا الفيديو لحد هذه اللحظه وتعاودوا تخدموا هذا الشيء اللي درنا راسكم. خذوا مثلث يكون ما فيش اونغل اوبتي، فيه 60 درجه 50، المهم الزوايا قل، يعني ما يكونش فيه ما بين 90 و 180، وديروا لي هوتور وحصلوا على لوغتو سونتر. عاوتاني ديروا الحاله الثانيه، مثلث يكون عوج يكون فيه اونغل اوبتي، وشوفوا لوغتو سونتر واش بصح يجيكم الاكستيريور دو تريونغل. صافي الشباب، اذا ندوزو دابا للتمرين اللي كتحط في الامتحان في هاد البارتي. الشباب خلينا دابا ندوزو الان ليكزيرسيس، دونك فوالا فيغور، دونك عندنا واحد الشكل اسفله، السؤال هو مونتخي كو لا دغوات بي اي بيربونديكولير على اسي. دونك اول حاجه قال لك فوار لا فيغور، ما يمكنش انت تجاوب على السؤال انت مازال ماشي الشكل، خصنا ناخذ الشكل الوقت ديالنا ونفهموه. دونك الشكل كيف ما كتشوف اخوتي عندنا واحد تريونغل بالغوج، ها هو كبير، شو سميتو؟ سميتو ا بي اي، لاحظتوا هو هذا اللي بالاحمر. هذه اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه اخوتي كنلاحظوا بان هنا كاينه زاويه قائمه هنايا الشيء، اذا هاد لا دغوات هادي ايكا شنو غادي تمثل؟ شنو غتمثل؟ برافو عليك، هوتور ارتفاع. شي واحد تيقول لك علاش؟ لان هاد لا دغوات هادي باس باغ لو سومي دو تريونغل اللي هو اي، ها هو لو سومي، وعموديه على الضلع المقابل اللي هو ا بي، اذا هذا هوتور، ها هو الهوتور الاول. شوف عندنا الهوتور الثاني، حيت هنا كاينه زاويه قائمه ولدي، هاي شو سميتو؟ سميتو بي اش، بي اش هذا هو هوتور. تيقول لي علاش؟ حيت كدوز من لو سومي اللي هو بي وعمودي على الضلع المقابل اللي هو اس اي،
تفهم دابا هذا هو الهوتور واش يشرح لنا قبيله سي دروات باس باغ لو سومي بير بون دو كولور اوتو كوتي اوبوزي دو سو سومي. اذا اخوتي عندنا جوج لي هوتور كيتقاطعوا في واحد النقطه. دابا هادشي كامل اللي كنديروها ملاحظه للشكل كيتقاطعوا في هذه النقطه هذه شو سميتها سي سي. الا سولتكم الشباب فين هو الهوتور الثالث اللي ما كاينش انا ما قالوش ليا واش اي سي دو بي ولا اي سي دو اي ولا اي سي دو ا. الهوتور اللي ما كاينش هنايا ما مرسومش معلم هو اس سي دو ا حيت الهوتور اس سي دو بي اللي كيدوز من بي ها هو هذا اللي قلنا هو بي اش والهوتور اس سي دو اي هو اي كا. اذا بقى لي هاد لا دغوات اللي كدوز من ا هي اللي ما فيهاش لا هوتور. الا سولتكم دابا الشباب هاد ا سي هاد لا دغوات هذه ا سي شنو غتكون في هذا الشكل هذا واش غتكون هوتور ولا لا؟ معلم غتكون هوتور. علاش؟ لان هاد لا دغوات هذه ا سي اوتوماتيكمون مادام كدوز من البوان دانتيرسيكسيون ديال لي هوتور اللي هو لوغتو سونتر برافو عليك هاد النقطة التقاطع الهوتور الاول الهوتور الثاني شنو كتسمى لوغتو سونتر اوتوماتيكمون هاد لا دغوات اللي كدوز من لو سومي اللي هو ا وكدوز من لوغتو سونتر شنو غتكون؟ غتكون هوتور. وهادي بروبريتي عندنا الشباب كيف ما شفنا في المدياتريس كيف ما شفنا في بيسيكتريس. الا عندي الهوتور الاول وعندي الهوتور الثاني اوتوماتيكمون الهوتور الثالث الا كان كيدوز من نقطة التقاطع راه غيتسمى هوتور اوتوماتيكمون. هاد لا دغوات هادي مادام كدوز من النقطة الثالث النقطة ديال التقاطع اللي هي سي فهاد التمرين اذا غتسمى هوتور. وبالتالي مادام هاد ا سي غتسمى هوتور اذا غتكون عمودية على من؟ على بي اي لان بي اي هي الكوتي اوبوزي بالنسبة لو سومي ا. متفقين؟ وغنكون جاوبنا على السؤال دونك تبع معايا شنو كيفاش غادي نجاوب. اش بي اش هاد لا دغوات هادي هوتور دو تريونغل ا بي سي هادي ما حيدكش الطبيب لان هاد المستقيم كيدوز من الراس وعامودي على الدر المقابل اذا غيتسمى هوتور. ثاني حاجه لا دغوات اي كا حتى هي هوتور دو تريونغل ا بي سي لان كدوز من اي لو سومي ديال التريونغل اي وعامودي على الدر المقابل. خوتي ماشي المثلث ا بي سي غلط المثلث ا بي اي اعتذر لان المثلث اللي خدامين فيه هو المثلث هذا ا بي اي ماشي ا بي سي صافي. دابا غنقولوا الشباب لي دو هوتور سون كونكورونت او ان بوين لي هي سي كي ابلي او ابلي لو لورتو سونتر. الا ما قلتيش هادي راه الجواب ديالك ناقص ضروري خصنا نقولوها. لي دو هوتور تنقصدو بهم بي اش و اي كا سون كونكورونت يتقاطعون ها لوتور الاول لوتور الثاني يتقاطعون او ان بوين لي هي سي سميتها سي ابلي لورتو سونتر صافي. دونك مباشرة غتستنتج بان لا دغوات اللي بقات لك الثالثة اللي هي ا سي سميتها ا سي هاد لا دغوات هادي شنو غتكون هي؟ ايتين هوتور سي ايتين هوتور دو تريونجل ا بي اي. ومادام ايتين هوتور وقلتي على فمك بان هاد ا سي هوتور اوتوماتيكمون دونك بان هاد ا سي غتكون عمودية على الضلع المقابل يعني هنا غتكون واحد الزاوية قائمة على ضغوات بي اي الضلع المقابل بالنسبة لو سومي اشناهو هو بي اي لان الهوتور الخصائص ديالو تيكون عمودي على الضلع المقابل بالنسبة لو سومي. متفقين الشباب؟ اذا هذا هو ليكزيرسيس الله يرضي عليكم. سوا هنايا دابا تيقول لك بين ليا هاد السؤال هذا راه ممكن نطرحه لك بطريقه واحده اخرى. كان ممكن بلاصه ما نقول لك بين بي اي عمودي على اسي نقول لك واحد السؤال واحد اخر نقول لك بين اسي هوتور. فهمتي البلان؟ يعني كنتي غدير الجواب كامل غتوصل لحد هنا وغتسكت ما غتكتبش هاد اسي عمودي غتقول لي اسي هوتور وتسكت. دابا هاد السؤال هذا زايد على هذا يعني بعد ما قلتي هوتور استنتجتي عمودي فهمتي يعني هنا راه كاينين جوج اسئله تقدر تفهمهم مادام قلتي هوتور اذا راه عمودي على الضلع المقابل. اذا خوتي غنتوقف هذا القضاء هذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. مازال الحصه الجايه نخدموا فيها الميديان ونخدموا فيها واحد التمرين شامل للامتحان اللي كيتحط تمرين شامل فيه المدياتريس بيسيكتريس الميديال هوتور. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ما تنساوش هذا رقم واحد المغرب عاد بسم الله باغي ديفلوبي راسك وتزيد تخدم ولي سيري والتواصل مع الاستاذ ودخل جروبات الواتساب يكون عندك الحصص بطبيعه الحال هذا الشيء ما كافيش انا عارف اش كنقول الماط ديما الخدمه داين واحد البرنامج رقم واحد في المغرب اللي تيمكن التلميذ باش دائما يشتغل وهذه رساله كذلك للاباء باش هما يكونوا مطمئنين وليداتكم راه معانا في امان بالنسبه لماده الرياضيات معامل خمسة بالنسبة للثامنة كل عام كتزيدوا المستوى كيطلع المات كيبقى مادة أساسية خوتي عرض بسم الله كيمكنكم باش طوروا راسكم في المادة الرياضيات وكذلك تجيبوا نتائج زوينين فضل الله سبحانه وتعالى. الواتساب لتحت دخلوا مجموعة الواتساب يكون عندكم حصص يكون عندكم التواصل مع الأستاذ تاخذوا لي سيرفيس في الدروس ديالكم ولي بي دي اف وتستافدوا من البريباراسيون الامتحانات ديالكم برنامج اللي متكامل رقم واحد المغرب. السلام عليكم على انستغرام قدامكم مرحبا.